البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين ومستمعين ومتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم أو في كل أسبوع يوم السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ونستضيفه كالعادة في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة من كل أسبوع صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره، ونفع الله به الإسلام والمسلمين ونفع الله به العالمين. وكالعادة الإخوة والأخوات، تذكيرا بأرقام الهواتف التي ترونها تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-36-0-101، الرقم الثاني 021-36-0-102، ورقم الأخير 021-36-0-103. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر، وكذلك ترونها تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 094-466-56-80، ورقم الأخير 094-466-56-81. كما يمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. إذن نرحب جميعا صاحب الفضيلة الشيخ سامي السعدي، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا شيخ عبد الباسط، حياكم الله وحيا الله المشاهدين. شيخنا، ما زلنا في هذه السلسلة الماتعة الممتعة المباركة من غريب القرآن، وأفضل ما يتدرسه الإنسان هو كتاب الله عز وجل. وشيخنا في الحلقة السابقة يعني انتهينا من لفظة إلا ما دمت عليه قائما، واليوم مع لفظة جديدة كما قال سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ما معنى الأميين هنا شيخ المقصود بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا جزء من الآية الكريمة التي تناولنا جانبا من الحديث عنها، وهي قوله سبحانه وتعالى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تكلمنا عن معنى القائم ومعنى ووصفهم بالغدر ونكت العهد وجحد الحقوق والبخل، وهذا كله تناولناه في المرة الماضية. قال تعالى هنا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ذلك هذا اسم إشارة للبعيد. ما هو الشيء المشار إليه؟ في العادة أننا لما نستعمل اسم الإشارة يكون يعني إما إشارة لشيء حاضر أمامك أمام المتكلم والمخاطب، أو يكون شيء قد سبق ذكره في السياق، وهنا شيء قد سبق ذكره في السياق، لكن ما هو هذا الشيء؟ لم يذكر يعني بكلمة واحدة كما نقول ذلك الرجل أو ذلك الكتاب أو ذلك، لا، من المعنى، وهو هو عدم الأداء. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لماذا لا يؤديه إليك؟ عدم الأداء هذا سببه أنهم قالوا ليس علينا في الأمين، يعني ذلك اسم إشارة والمشار إليه
هو عدم الأداء المفهوم من قوله تعالى لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك يعني عدم أدائهم لهذا الدينار بأنهم الباء هنا للسببية بسبب أنهم قالوا ونحن ذكرنا استحلوا هذه المسألة استحلوا هذا الاستحلال استحلال أموال الأميين فالباء هنا للسببية وذكرنا مرارا ونحن في بصدد الحديث هذا منه شيخنا هذه اليهود اليهود ذلك يعني عدم أدائهم هذا عدم أدائهم للحق ولو كان قليلا بسبب أنهم قالوا يعني بسبب قولهم لأن أن هنا مصدرية ما معنى مصدرية أن وما بعدها يعني تستطيع أن تزيلها من الكلام لو أزلتها من الكلام ووضعت المصدر في مكانها لاستقام الكلام علمت بأن زيدا مريض تقدر تقول علمت بمرض زيد يعني أن وما بعدها استعدت عنها ووضعت مكانها المصدر فاستقام الكلام هذا معنى أن مصدرية أو علامة أنها مصدرية فهنا الكلام معنى ذلك عدم أدائهم المفهوم من قوله تعالى لا يؤدي إليك بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل من هم الأميون؟ الأميون هنا المقصود بهم العرب وهذه اللفظة أو هذا الوصف قد يكون يعني وصفا فيه نوع من التحقير كما هو في كلامهم هنا يعني نحن أهل الكتاب نحن أهل العلم وأهل المعرفة وهؤلاء الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فليس علينا حرج السبيل هنا المؤاخذة والإثم أو الحجة يعني ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا سبيل ليس علينا إثم ولا مؤاخذة في أننا نأكل أموال هؤلاء الأميين لماذا؟ لأنهم ليسوا من ديننا وأحيانا العرب تستعمل السبيل هو بمعنى الطريق أيضا يعني جاء في بعض أشعار العرب ليس علينا طريق أيضا يقولونها بنفس المعنى ليس علينا سبيل ليس علينا مؤاخذة ولا إثم وليس علينا حجة كما قال بعضهم ويذكرون يعني أيضا بيتا للصحابي المخضرم حميد بن ثور الهلالي هذا يعني أدرك الجاهلية وأسلم يعني وكان شاعرا مجيدا له بيت يعني يقول فيه هل علي كذا طريق يعني هل علي طريق في كذا نسيت الآن البيت من قصيدة له طويلة قاف يعني تنتهي يعني بالقاف تنتهي بالقاف نأت أم عمر فالفؤاد مشوق كذا إلى أن يقول هذا البيت الذي يستشهد به العلماء علماء اللغة والمفسرون وكذا فالمقصد هنا الأميون هم العرب ومنه الله سبحانه وتعالى وصف العرب بالأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا طيب هل معنى هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب فقط؟ لا بعض الناس طبعا يقولون بعض أعداء الإسلام يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعني مبعوثا للعرب فقط لكن لما قوي ورأى نفسه قويا أراد أن يجعل دعوته عالمية وهذا يكذبه القرآن لأن الآيات المكية التي هي من أوائل ما نزل في السنوات الأولى وكان المسلمون مستضعفين في مكة قال تعالى أنزل الله تعالى على نبيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من أول يوم مبعوث للعالمين بعض ثم إن الذين يقولون نحن نؤمن بأنه نبي لكنه نبي للعرب فققط كبعض اليهود في ذلك الوقت أو ربما غيرهم أيضا حتى في هذا الوقت فهذا تناقض أنت إذا آمنت وصدقت أنه نبي فيجب عليك تصديقه في كل ما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى وقد أخبرنا وأخبركم أنه مبعوث للكل للإنس والجن فإن لم تصدقه في هذا فلم تصدق بنبوته فالله سبحانه وتعالى ذكر الأميين يعني من باب الامتنان أنتم كنتم لا تعلمون شيئا كنتم أميين لا تعلمون شيئا بل الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه أنه أعلمه بأخبار
الأنبياء السابقين والأمم السابقة، ولولا إخبار الله تعالى إياه ما علم منها شيئا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إخوة يوسف، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت تعلمها الكتاب أنت والإيمان. نعم، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أنباء الأمم السابقة. فهذا المقصد. ومما ورد أيضا من الأحاديث التي ورد فيها وصف الأميين بمعنى العرب، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، ذلك الذي ارتاب المسلمون في أمره هل هو الدجال نعم أم لا، وكان من اليهود، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين، يعني أنت خاص لقومك لست للعالمين، وهذا تكذيب بالرسالة يعني. فالمقصد أن الأميين هنا المقصود العرب. الآن ما يعني، والسبيل معناها المؤاخذة والإثم أو الحجة، وهما يعني متلازمان، وهذه خصلة دميمة. ونحن ذكرنا كثيرا ما ذكره العلماء مثل يعني بعض الصحابة كحذيفة وابن تيمية رحمه الله تعالى، ألف كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لبيان هذه الفائدة العظيمة، وهي أن ما يذكر من خصال سيئة في أهل الكتابين من قبلنا إنما هو تحذير لنا، لأن ورد أن أناسا من هذه الأمة سيتبعون سبيل اليهود، وأناسا من هذه الأمة سيتبعون سبيل النصارى. اليهود علموا ولم يعملوا، المغضوب عليهم، والنصارى لم يعلموا أصلا وضلوا، فإياكم أن تتبعوا طريق هؤلاء أو طريق هؤلاء. ولهذا ورد عن السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود، لأنه علم ولم يعلم ولم يعمل، تبع أهواءهم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه النصارى، لأنه عبد الله على جهل. فهذه الخصلة هل وجدت في الأمة؟ نعم وجدت. الآن يعني بعض الناس يستحل أموالا بغير وجه حق، ويستحلها بمعنى يشرعن لنفسه أن يأكلها. نعم، حتى العدو، حتى الكفار، ليس كل مال للكفار مباحا لك، له ضوابط وله قيود، وهناك المستأمن وهناك المعاهد وهناك يعني. ولهذا يعني ذكروا في الكلام عن هذه الآية ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن ابن عباس، نعم، أن رجلا سأله فقال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب نفس. فطبعا موضوع الجزية وموضوع هذا له ضوابط وله نعم يعني، لكن المقصود أن إذا عاهدت إنسانا ولو كان كافرا، إذا وضع عندك وديعة والتزمت بحفظها له، لا يجوز لك أن تستحلها ولو كان كافرا. نعم. الآن مسألة يعني رأينا نحن أحيانا في سنوات الثورة للأسف، يعني يستحل السيارة ويستحل المال ويستحل المسكن والبيت، يقولك هذه أموال طواغيت أو بيوت طواغيت أو كذا، وهذا كلام غير صحيح يعني. فكل شيء لابد أن يكون له ضوابطه الفقهية، ولأن الإنسان أحيانا إذا قلنا بأنها غنيمة فأنت تقع في الغلول، إذا اعتبرناها غنيمة أصلا فإنها تعتبر غلولا، لأن الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني زي ما نقول إحنا اللي يسبق ياخذ، يعني لماذا أخذتها أنت على فرض أنها مستباحة؟ نعم. لماذا لم يأخذها زميلك أو رفيقك؟ صحيح. فالأمر يعني إذا بقي بدون ضوابط فقهية وشرعية يعني يوقع الإنسان في استحلال المال المحرم. واحيانا يعني زمان يقولوا رزق دوله ولا رزق حكومه، والله رزق هو مش ملك للحكومه، نعم، هو ملك لهذا الشعب المسكين، ملك للليبيين، نعم يعني. فالامر يحتاج الى ضبط ويحتاج الى
يعني استفتاء ويحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي حتى لا يشابه الإنسان اليهود في هذه الخصلة. أنا على الحق، يبقى الثاني منحرف وضال، أستبيح حرماتي، ليس علينا في الأميين سبيل. فيحذر الإنسان كما حذر ابن عباس هنا، يحذر الإنسان أن يقع في مشابهة الأهل الكتاب أو اليهود في هذه الخصلة. طيب شيخ، تسمية الأمي، الأمي لماذا سمى الذي يقرأ ويكتب أمي؟ هل رجوع إلى أنه يعني أذكر أنه مر بنا الكلام عن لفظة الأمي والأمين، لا أذكر في أي موضع تحديدا، ربما لما تكلمنا عن قوله تعالى لا تحمل علينا إصرا، واستشهدنا بالآية التي في سورة الأعراف ويضع عنهم إصرهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ربما. لكن مهم أن أغلبهم يقولون، هو الذي أغلب المفسرين يقولون الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ونسب إلى أمه، لأن الياء هذه النسبة. فقالوا نسب إلى أمه لأنه يعني الإنسان الذي لا يعرف أو الذي يخاف من شيء أو كذا يلجأ إلى أمه. طيب، يعني طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. إذا نمشي لفظة أخرى كذلك، الآية طويلة، لكن لا خلاق لهم في الآخرة، الله سبحانه ذكر عن بعض الناس فقال أنهم لا خلاق لهم في الآخرة. ما معنى لا خلاق أو نعم خلاق؟ قبل أن ندخل في يعني بقية الآية الكريمة التي كنا بصدد الحديث عنها، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال يعني قال المفسرون يعني نسبوا ذلك إلى الله، أن هذا المال حلال نسبوه إلى كتابهم وإلى أن الله أمر به، نعم أن الله أباح لنا ذلك، فكذبوا على الله وهم يعلمون الكذب. وهذا من أشد يعني المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل القول عليه تعالى بغير علم من أكبر المعاصي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله له كلام حول ترتيب هذه المحرمات في كتابه أعلام الموقعين، يقول يعني باختصار ما حاصله أن الآيات تدرجت من الأدنى إلى الأعلى حتى إنها جعلت القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، ليس من كل وجه طبعا، لأن الشرك أعظم، يعني أظلم الظلم هو الشرك، لكن من بعض الوجوه القول على الله بلا علم أسوأ من الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الإنسان الذي يقول على الله بلا علم بلا علم في هذه المرتبة من قبح المخالفة وشناعتها، فما بالك بالذي يتعمد الكذب على الله وهو يعلم. أسأل الله السلامة، فهو أسوأ. يعني هذا نهاية في التشنيع عليهم وتقبيح فعلهم. الله ستر والعافية. نعم، فالآن لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق أيضا مر بنا في سورة البقرة، الخلاق معناه النصيب والحظ من الخير، ما له من بعض الناس يظن أن لا علاقة بالأخلاق، لا، هي لها علاقة. الخلاق هو النصيب، النصيب والنصيب وغلب إطلاقه في النصيب من الخير. وقالوا لا، هو له علاقة يعني أو مشتق من الخلاقة. لما نقول فلان خليق ما معناها؟ معناها جدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة لما اعترض بعض الصحابة أو تضايق من تأميره على المسلمين في غزوة مؤتة لصغر سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لخليق للإمارة كما كان أبوه، ليس في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة أبوه، لكن هو في الجيش الذي يعني خرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لخليق للإمارة بمعنى جدير بها، فكأن هذا الرجل الذي هو خليق بها أعطي هذا النصيب من الخير لأنه خليق به أو خليق له، فهو من الخلاقة ومن الجدارة يعني. نعم، قال تعالى في هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم نعم ولهم عذاب أليم. وهذه طبعا تنطبق على اليهود الذين
كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وخالفوه ولم يتبعوه وحاربوه وعادوه وكذبوه، مع أنهم أخذ عليهم العهد في كتابهم غير المحرف، كتابهم الأصلي الصحيح الذي هو موحى به من عند الله تبارك وتعالى، أخذ عليهم أنهم يبينون الحق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا لهم ولنا أيضا. والله سبحانه وتعالى بين في كتبهم صفة النبي الذي يبعث في آخر الزمان، وهم يعلمون أنها تنطبق تمام الانطباق على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكتموا ذلك، هذه مخالفة تدخلهم في عموم هذه الآية. ثم أخذ عليهم العهد أيضا كما سيأتينا في الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولا تتبعن، لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم إلى آخر الآية. فلم يفعلوا ذلك هؤلاء الأتباع، لم يفعلوا ذلك، أدركوا النبي الذي أخبروا به وبشروا به، وأخذ العهد على أنبيائهم أنهم إن أدركوه ليتبعنه ولا ينصرنه، فخالفوا، فكانوا من أول الداخلين في هذه الآية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ثم هذه الآية تشمل في عمومها وعموم لفظها كل من جحد حقا، حتى في الخصومات جاءت أحاديث، لعلنا نذكر بعضها، جاءت أحاديث في أن الذي يخاصم في الباطل هو يعلم أن هذا الشيء لخصمه ويدعيه، ومثلا يطالب باليمين إذا كان هو مدعي فيقسم، يقسم حانثا عامدا يمينا غموسا، هذا والعياذ بالله يدخل في هذه الآية. قد ورد في هذا الحديث منها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، أقسم أنه أعطي فيها كذا من المال ليوقع فيها رجلا من المسلمين، هذا يشبه النجش الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا، أن يرفع يعني سعر السلعة ليغر بها غيره ولا يريد شراءها، كما يحصل في المزاد أحيانا مثلا. ولكن هذا هو البائع نفسه، حلف بالله يمينا حانثة كاذبة أنه أعطي فيها 5000 مثلا وهو لم يعط فيها هذا الرقم، ليوقع فيها ليغر بها رجلا من المسلمين. فنزل فيه قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذه الآية لا خلاق لهم في الآخرة. نعم. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. شن معنى يمين صبر؟ يمين الصبر هو الحبس، صبر حتى الصبر خلق، صبر هو حبس النفس على ما تكره. فالصبر يمين الصبر هو اليمين التي تلزم بها أمام القاضي مثلا إذا كنت يعني منكرا للحق وخصمك ليس له بينة، المدعي ليس له بينة، فيرد القاضي اليمين عليك أنت المنكر، فإذا حلفت وأنت تتعمد الكذب لتأكل الحق فأنت داخل في هذه الآية، لقي الله وهو عليه غضبان. فكان عبد الله بن مسعود يحدث بهذا الحديث، فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، فقالوا كذا وكذا، قال صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت هذه الآية، نزلت في الأشعث بن قيس يقول كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ هو المدعي الأشعث بن قيس هو صاحب الحق مدعي الحق، لكن لم تكن له بينة، قلت لا، فكيف العمل؟ القاضي يرد للأمر إلى المنكر المدعى عليه. قال
فيمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشعث بن قيس ما دام ليست لك بينة فليس لنا إلا يمينه، يمينه كما قال للآخر شاهداك أو يمينه. فقلت إذن يحلف ولا يبالي، يعني سيحلف هذا الرجل لا يبالي وسيضيع حقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يقول الأشعث فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وهذا أمر عظيم يعني اشتهر عند العرب حتى قبل الإسلام أن اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة الكاذبة عمدا تدع الديار بلاقع، يعني تكون سببا لهلاك الناس يعني. ولهذا يعني الذي يتعمد الحلف من أجل لعاعة من أجل لعاعة من الدنيا من أجل مال هذا من أكبر الكبائر يعني. قد يأخذ الحق والقاضي يحكم بالظاهر يعني قد يعطيه الحق بسبب يمينه، لكن كيف يكون أمره عند الله؟ غضبان يغضب الله عليه. أسأل ثم وردت أحاديث أخرى يعني لها تعلق بالآية كما ذكرها بعض المفسرين، وهي يعني بعض الجرائم أو بعض المخالفات أو بعض المعاصي والكبائر يعني الله سبحانه وتعالى تعهد مرتكبيها يعني بالغضب وبأنه لا ينظر إليهم. نفي النظر هنا يعني نظر الرحمة ونظر المغفرة يعني، فالغضب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لقي الله وهو عليه غضبان، لا ينظر إلى نظرة رحمة ولا نظرة عفو ولا نظرة مغفرة، ولا يكلمهم يعني ولهم عذاب أليم. مثل هذا الذي يعني كذب في اليمين، كذب في سعر السلعة التي يعرضها أنه أعطي فيها كذا وحلف على ذلك، مثل المسبي الإزارة وخيلاء والمنان الذي يتصدق ويمن بما يؤذي الفقير وهذا ذكرناه كثيرا، مثل الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه، ويعني بعض المعاصي الأخرى والكبائر يعني توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جزاك الله خير شيخ، نستقبل بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله حفظكم الله تعالى. إذن الدكتور إبراهيم من كندا، تفضل يا دكتور. يا مرحبا بك. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام يا دكتور. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بعودة الشيخ سامي إن شاء الله يزيده علم إن شاء الله. آمين. طيب يا دكتور كيف حالكم أنتم؟ طيبين إن شاء الله الحمد لله بخير. عندي سؤالين يا تفضل يا سيدي. تفضل دكتورنا العزيز تفضل. الأول في سورة الأنعام، نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. هل الرجس يعود على المحرمات الثلاث والله بس على الخنزير؟ المحرمات الثلاث أو الخنزير. حاضر. السؤال الثاني في سورة الأعراف، إيه؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، نعم، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. ليش منصوبات هذه والشمس والقمر والنجوم؟ شنو على أي شيء منصوبات؟ على أي شيء. حاضر حاضر دكتور. السؤال عن الشمس والقمر والنجوم ولا على مسخرات؟ نعم مسخرات هي عن هذه كلها. لماذا جاءت منصوبة الشمس والليل؟ نعم. والليل نعم. والشمس والنجوم مسخرات بأمره. طيب دكتور بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. أخ خالد من طرابلس، تفضل يا خالد. هاي ألو. يا مرحبا يا أهلا يا خالد، يا أهلا وسهلا. شن حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا خالد. شن حالك؟ طيب بس عليكم. الله يبارك فيك يا سيدي. بالله عندي سؤال يا شيخ. تفضل، اهلا وسهلا بك. عندي رهنية، شنو حكمها في الشرع؟ شنو هي؟ الرهنية، الرهنية. الرهن باهي. حاضر، الرهن في الشرع. حاضر. عندي الوالد رهن ارض من 1945. رهن ارض من 45. 1945. طيب. ايوه. ومردهاش عاطي ما عاطي مبلغ في قبل مقابل الأرض، عاطي مبلغ الوالد. طيب إيه؟ أيوة.
طيب حاضر حاضر، تسمع الرهن ما حكمه؟ طيب هل عندنا آخر ولا ما فيش؟ يلا أعطينا هاي الاتصال قبل ما نبدأ مع الشيخ إن شاء الله. منو معانا؟ هاي تفضل يا أخي. ما فيش صوت؟ لو أم عبدو تفضل يا أختي. أم عبدو أهلا وسهلا، تفضل يا أختي. تفضل يا أم عبدو، تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكورين وبارك الله فيكم وربي يفتح عليكم. آمين يبارك فيك. أنا ولدي اللي بنسأل فضيلة الشيخ. تفضل. بنقرأ سورة التوبة. إيه؟ ما تبديش بالبسملة، لكن مرات تطرى ظروف، إحنا ربات بيوت لازم نوضوا لصغارنا، فهل كيف نعاود؟ نعاود نقرأ في الجزء تحت الثاني بسملة. يا قصدك لما تقطع عليها وتمشي تشتغلي وكذا وترجعي، هل تبدي بالبسملة؟ بالضبط. هل فلما نرجع لها هل نبدا بالبسملة؟ حاضر. بارك الله فيكم ربي، بارك الله يتقبل منك. بارك الله في استقبال مكالمتي، بارك الله فيكم كلكم. طيب طيب، فاطمة من مصراتة، تفضلي يا فاطمة. هاي تفضلي يا فاطمة، تفضلي. هاي نبي نسأل فضيلة الشيخ، هي عندي هوم رشتي صايمة بعد نطير سيجارات، وأنا معلمة كنا نطير يعني نقدر، وأنا سيجارات شو الحكم هنا؟ باه، أنت هذه تقراتي بعد الفجر صح؟ طلعة التقريعة بعد الفجر. إيه بعد الفجر. باه رديتيها يا فاطمة، يا فاطمة رديتيها ولا طلعتيها دفلتيها؟ حشاك. أنا ما انتبهتيش، ها جيتوا بسرعة صح صح. باي حاضر يا فاطمة، هاي حاضر يا فاطمة. هاي طيب حسين مصراتة، تفضل يا حسين. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخباركم في حالك الأمور؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. عندي السؤال يا شيخ معلش. تفضل يا سلام، احنا فاتحين للسؤال مش معلش، تفضل. من يخدموك؟ ولا يخدم في المعاش من التضامن. واحد ياخذ معاش من صغار، قلت لك استاذ صغار بياخذوا في السؤال معاش من التضامن. عاود لي، من هم اللي بياخذوا؟ من هم اللي بياخذوا الضمان؟ صغاري صغاري، زوز صغار قلت لك. زوز صغار، علاش؟ طيب وناخذ فيه عليه المرفق نتاعهم، مش مشكله غزي ولا في شيء ولا يعني انت تصرف عليهم، يعني قصدك تاخذه وتصرف عليهم صح؟ بالدوش هم صغار، هم زوج صغار قلت لك. باهي باهي طيب تمام. واحد 14 وواحد عمره 10. باهي طيب حال. ابنائها في البيت. قاعدين معك في الحوش؟ طيب معايا في الحوش. ايه هنا معايا. طيب حاضر، طيب حاضر حاضر يا حاج. يعني نصرف فيه المعاش نتاعهم. باي طيب حاضر. اي حاضر، تسمع الشيخ. طيب شكرا شكرا, شكرا شكرا سيدي. هاي مع السلامة يا جماعة، خلينا نسأل الشيخ وبعدين نرجع يا إخوة في نعم المخرج دكتور إبراهيم شيخنا من كندا يقول سورة الأنعام، قل أجد فيما أحيى لي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو رجل أو رجل هل أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ايوه، ويسال عن الضمير هل أيوة. يعود على المذكورات؟ نعم، الذي يذكره ان اغلب العلماء يقولون يعود على كل المذكورات، ومنهم الامام الشافعي. الامام الشافعي حتى بعضهم قال انه حجه في اللغه، يعني لانه معروف يعني عاش في الباديه من طفوله، فكان يعني ايه وحجه في اللغه. أيوة. واغلب العلماء يردون الضمير على سائر المذكورات. طيب جزاكم الله خير. كذلك في الاعراف يغشي يعني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عرش يغشي الليل النهار يضربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة الشمس والقمر والنجوم هذه معطوفات على السماوات، والسماوات مفعول به للفعل خلق الله السماوات، فقط أنها منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. فالشمس والقمر والنجوم معطوفات على المنصوب اللي هو مفعول به، فتكون منصوبات. وإذا هو يسأل عن مسخرات فهي حال أيضا منصوبة بالكسرة مسخرات. ويعني وهناك الآية التي في سورة النحل فيها أيضا والشمس والقمر والنجوم مسخرات. أيوة قراءة حفص، قراءة حفص. حفص نعم شيخنا نعم, نعم. بداية الآية، الآن نسيت بداية الآية. نعم هو الذي هو الذي سخر لكم الشمس هو الذي سخر لكم الشمس والقمر والنجوم لا سخر لكم الليلة الليلة والنهار ثم استأنف. بالضبط. يعني وفي قراءة في رواية حفص عن نافع
هي بالاستئناف، يعني والشمس والقمر والنجوم مسخرات، مبتدا وخبر، مبتدا ومعطوفات على المبتدا وخبر وكلها مرفوعة. لكن القراءة الأخرى قراءة نافع لرواية قالون التي نقرأ بها معطوفات مثل سورة الأعراف، والشمس والقمر، ليلة والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، فمسخرات حال. نعم أسأل الله أنفع بكم شيخنا. إلا الأخ خالد يقول الرهن في الشرع ما هو؟ كيف يعني؟ الرهن هو لما إنسان يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز، مشروع جائز. طيب. الرهن جائز من أجل أني يعني أحافظ على حقي. أنا أقرضت فلانا مالا فأرهن منه شيئا، حيث لو عجز مثلا زي نعم. والده يعني مثل نعم. الضمانة لحقي يعني، هذا هو الرهن. لكن السؤال هو ما شني بتحديد، مش هو يسأل عن الرهن، كان في يعني أرض يعني من 1945 أو كذا، من 45 فهذا هو الرهن في الشرع جائز، يعني معاملة جائزة له أحكام وتفصيلات يعني، لكن هو سؤاله بالتحديد مش عارف. طيب. لكن الرهن جائز يعني. طيب شيخنا أم عبدو تسأل، هي تقرأ في سورة التوبة وأحيانا تنشغل، تبدأ في البسملة لكن تنقطع، تنشغل بولداتها وكذا كذا وترجع. لما ترجع هل تقرأ سورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو تدخل على البقرة بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ في يعني من وسط سورة التوبة بالضبط، من وسط نعم لا تبسمل، لا تبسمل. وسط سورة التوبة كرهها بعض أهل العلم، استحبها آخرون، لكن نحن نقول لها لا تبسملي، يعني إذا بسملت فهي مكروهة. تستعيد تستعيد نعم، ما دام انقطعت عن القراءة وانشغلت بشيء آخر فإنها تستعيد وتدخل في الآيات بدون بسملة. طيب نعم. بنية فاطمة تقول يوم صايمة ترد في يوم قضاء فقلس، يعني رجعت يعني تقرعت يعني، هو يسمى القلس يعني، خرج مع التقريعة شيء من الطعام أيوة. أو من الماء ويوم تدش أنه رجع أوتوماتيك يا شيخ. هو أحيانا الإنسان متحكمش فيه، لا شيء عليه، لا شيء عليه يعني. ما شيء عليه يا فاطمة صيامك صحيح يا بنيتي، حتى لا سيما ان هي قالت انا مش متذكره، وقالت انا متذكر مش عارف الاصل ان صومها صحيح. وكثيرا ما تدخل الوسوسه هنا ويكون تكون الوسوسه سببا لتضييق على الانسان والمشقه عليه يعني. فالاصل ان صومها صحيح وان شاء الله لا شيء عليها، لا قضاء ولا شيء. الله يفتح عليك شيخنا يبارك فيكم. أحسن المصرات يقول عند زوج صغيرة ويأخذ عليهم في الضمان، واحد 12 واحد 14 يعني، لكن يصرف عليهم يعني لا بأس، لا بأس والده يعني معه صغيرة في الحوش. نعم نعم، هو ما دام صغار هو الأصل أنه اللي بينفق عليهم، هم لا يقصر في ضروراتهم وفي كذا. نعم. إن أكل معهم أو يعني مش أيتام هم نعم. والدهم يعني نعم نعم نعم. الله يبارك فيكم شيخنا. إذا نستقبل بعض المكالمات ونعود مرة أخرى. نعم مبروك من وليد، تفضل يا مبروك. هاي يا مرحبتين. يا أهلا وسهلا، وينك يا مبروك معجيت يا ودي؟ ودي يا مصير شك يا أخباصك، وانتم معناك وانتم ثلاثة اللي انتم ليكم ثلاثين. إعادة 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 لا لا ما نعاودوش عاد، كيف أنا الشيخ سامي المرفات غاب بس الشيخ إعادة، الشيخ سامي شكله صاي إلا برف. طيب تفضل. هاي السبت اللي فات التابع كذب عليه ربي حرام، والله ما حطيت عليه قناة صناعة الركن، معناكش مانيش في البلوليد، برا من البلوليد. باي باي ربي هنيك. شنو سؤالك اليوم مبروك؟ إن شاء الله كل سنة أنتم طيبين. طيب إن شاء الله. الله يرحم الشيخ، تحية للشيخ سامي يا ربي يحفظه. آمين. تحية لمفتينا الله يحفظه. آمين. هاي سؤالكم ما تطولش عليه يا مبروك. الله يرحم شيخ باسط، الله يرحم البطل شهيد ولدك. آمين. الله يرحم الشيخ غيث. آمين. أعطيني سؤالك. الله يفتح عليك يا مبروك. راهو في ناس استنوا فيا، راهو يزعلوا مني بعدين. هاي أعطيني هاي. شيخ معليش. أعطيني سؤالك هاي. معليش استفنع بيا. إيه نسمع فيك. معليش غير نبو نعطوا نبو الشيخ سامي يعطي النصيحة للشباب للناس اللي ما تصليش. احنا شيخ في احنا في شهر الخير، شهر العبادة، وهو يعطوهم نصيحة على صيام شيخ شن مزال عنا سبع أيام ولا صحيح أيام. صحيح. نبو يعطوهم نصيحة إن شاء الله ربي يهديهم. بارك الله فيك على هذه النصيحة، شكرا جزيلا مبروك، بارك الله فيك. صحيح. إذن الأخ حسن من طرابلس، فضل أخوي حسن. هاي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك يا حسن، أهلا وسهلا. مرحبا. بقدر أستاذي الفاضل هو ملاحظة وليست سؤال. تفضل يا سيدي، نرحب بملاحظاتك يا سيدي.
لا بارك الله فيك الأستاذ الفاضل الشيخ سامي. نعم. هناك آية يعرفها جيدا في سورة التوبة. نعم. أتمنى أن 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 يتكلم عنها وهي بخصوص الاستهزاء بآيات الله. هذا كثر هذا الكلام بين الشباب وعلى أساس أنه مزح. لا وأن يحط ألو. نعم نعم كلامك جميل جدا. يحط خطباء المساجد عليها. أنا كنت أتمنى أن هذه الآية من زمان تدرس في المناهج من الابتدائي للإعدادي حتى الجامعة. الله يفتح عليك. لأن الآية تتعلق بالإيمان وهي آية خطيرة وبارك الله فيكم وأرجو التعريج عليها جيدا. استهزاء بالآية. استهزاء سورة التوبة جيد جيد. ممتاز ممتاز بارك الله فيك يا أخي حسين حسن وعليكم السلام وبركاته. تفضلي يا أم محمد من مصراتة تفضلي. هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا يا شيخ أني ممكن يعني لو نعطي رقمي يعني الشيخ سامي عشان عندي موضوع شوي موضوع يعني نبي نناقشه فيه يعني بحاجة. باي طيب أعطي رقمك للكنترول وإن شاء الله الشيخ يعني الشيخ نادي تسمح تكلمك الأخت هذه. طيب لا بأس يا أم محمد. باي راسي كنت نعطيهم رقمي يعني تسكروش عليا. باي ما تسكروش عليها الأخت أم محمد خلاص تكلم شيخ سامي يا جماعة. خلاص تمام ما تو يكلمك الآن. هاي فرج من مصراته تفضل أخوي فرج. هاي السلام عليكم يا شيخ سامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. أهلاً أنا فرج من مصراته. أهلا وسهلا بك. أنا عندي سؤالين معلش إذا تكرمت علينا. تفضل تفضل يا سيدي. السؤال نبي نسأل عن كيفية صلاة الجنازة في على مذهب الإمام مالك. على السؤال الثاني حاضر. شخص آخر الزكاة سنة. شخص آخر ما هو حكمه؟ شو السبب؟ والله ما بين انشغال في عهد الدنيا حط على بعض وحط على جنب ومعش بلاش ما لقاش سيولة. هل ما لقاش سيولة مثلا؟ لا سيولة موجودة. لا سيولة موجودة. لا طيب حاضر كل شيء موجود. طيب طيب الله يفتح عليك فتح المبينة يرحم والديك. الله يفتح عليك. طيب طيب شيخنا الأخ حسن يتكلم عن آية سورة التوبة لما كانوا في غزوة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عياذ بالله. وهذه أخذ منها العلماء أن الاستهزاء بالشرع أو الاستهزاء بشيء من الشرع حتى لو كان حكمه سنة كمن يستهزئ باللحية مثلا أو يستهزئ مع علمه أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يكفر والعياذ بالله. لأن من قال ابن العربي في تفسيره ابن العربي المالكي قال يعني من هزل بالكفر كفر يعني. أعوذ بالله. نعم فهذا يعني يحذر منه. أيضا بعض يعني بعض الناس يذكر الآيات في معرض الضحك والاستهزاء يعني هذا في كثير من الأحيان يأخذ نفس الحكم. هناك بعض الوقائع ذكرها العلماء يعني مثلا ابن الجوزي في كتاب الأذكياء يذكر أشياء من هذا يعني هل له فيها يعني قول أو اجتهاد أو كذا يعني كيف واحد من باب الحضور البديهة أنه يستشهد بآية في موقف فيه طرافة أو فيه كذا لكن الأحوط والأورع أن الإنسان يتجنب ذلك. وقد ذكر علماء من الحنفية وغيرهم أمثلة مثل ما من يأتي بكأس لصاحبه ويقول له وهو يضحك وكأسا دهاقا عياذ بالله. وقالوا عن الإمام سحنون أيضا كانوا يأكلون يعني شيء من الطعام مع الإدام مثل ما احنا نقوله البازين اليوم أو العصيدة فيه مرق حوالي الطعام. فواحد من الذين يأكلون فتح الحاجز للمرق فقال الآخر أخرقت ضاحكا يعني أخرقتها لتغرق أهلها. فغضب سحنون وقام وغادر المجلس وأنكر عليه يعني. فالإنسان يتجنب يعني حتى وإن وقع هذا من بعض المشايخ يعني ربما يأخذون من كتاب الأذكياء لابن الجوزي لكن الإنسان عليه أن يحتاط في مثل هذه الأمور. الله تعالى طبعا هناك فرق بين الاستشهاد بالآية في معرض التنكيت والمزاح وبين الاقتباس. اقتباس جائز أنك أنت تستعمل بلاغة القرآن تستعمل آيات من القرآن في مقالك أو في خطبتك
ليس على أنها قرآن، هذا يسمى الاقتباس. هذا ما دام ليس في باب الضحك والاستهزاء أو السخرية لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد أو فساد عريض. هذا اقتباس. قال في غزوة خيبر الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، هذا أيضا اقتباس، هذا لا بأس به، بل بالعكس هو يعطي الكلام بلاغة وقوة وفصاحة. نسأل الله ينفع بكم شيخنا، بارك الله فيكم. الأخ فرج مصراته يقول كيفية صلاة الجنازة على المذهب المالكي. طبعا باختصار المشهور المذهب المالكي أن الإنسان يعني يكبر، ويعني تكبيرة الإحرام ثم يكبر 4 تكبيرات، وليس هناك قراءة للفاتحة. نعم. على مشهور المذهب، ولكن يدعو للميت بعد كل تكبيرة. وقد استشهدوا أو استدلوا بحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجعلوا الدعاء خالصا للميت. نعم. يعني فهذا قالوا معناه لا نقرأ، لا في المشهور المذهب لا يقرؤون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ولكن إذا فعلها من باب يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، إذا فعلها من باب أنها مع الدعاء فهذا يجوز حتى على المذهب المالكي، لكن لا يقولون بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. لعل هذا من أهم الفروقات بين المذهب المالكي ومثلا المذهب الشافعية والحنابلة وربما غيرهم أيضا، ويسلمون تسليمة واحدة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. عندنا سؤال آخر الأخ فرج يقول شخص أخر الزكاة عاما كاملا أخرها. نعم، يعني لم يخرجها إلا بعد سنتين من تملكها. أيوه بالضبط. نعم. بالضبط. هو لما يحول عليها الحول وقد بلغت نصابا فيجب عليه أن يخرجها فورا. أنا سألت شيخنا يعني تحدث. نعم. هذه الأيام السيولة، زمان كانت السيولة. نعم. فيه مشكلة يعني. وقال فيه موجودة. مفيش. هذا يعني ارتكب محرما كمن أخر الصلاة عن وقتها. من وجوه كثيرة، فعليه أن يتوب وعليه أن يبادر بإيصال هذا المال إلى مستحقيه من أحد مصارفه الثمانية، لأنه أصبح ليس ملكا له بعد حلول الحول، أصبح يعني ملكا للمصارف، يعني لأحد المصارف، للفقراء أو للمساكين أو أحد المصارف الثمانية. طيب شيخنا، أحد يسأل يقول حكم قي الآدمي، هل هو نجس أم لا؟ قي الآدمي، قي الآدمي نجس إلا في حالة واحدة، إذا كان لم يتغير عن حالة الطعام، يعني مثلا الرضيع، مثلا إذا أحيانا الرضيع يرضع ويتقي مباشرة فيكون القيء لم يدخل عليه حموضة، يعني يكون مثل اللبن أو مثل الماء، يعني لم يتغير عن حالة الطعام هذا طاهر، لكن إذا تغير عن حالة الطعام فمشهور المذهب المالكي أنه نجس. طيب شيخنا، واحد استلف مبلغ بالدولار ويريد أن يرده بالدينار، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز أن يتفق منذ القرض على أن يرده بعملة أخرى، الأصل أنه يرده بنفس العملة التي اقترضه بها، لكن لو توافق الطرفان بعد ذلك على أن يرده بعملة أخرى فهذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يرده دفعة واحدة لا يقسطه، وهذا يحصل مثلا في مؤخر الصداق كثيرا يحصل، مثلا المؤخر الصداق المتفق عليه أنه بالليرة الذهبية 50 ليرة أو 30 ليرة أو 20 ليرة حسب ما هو متعارف عليه. الماهر. أي نعم الماهر. فبعدين لما يصير طلاق أو يصير موت أو كذا يعني يصبح حق، هذا خلاص حل أجله. نعم. فإما أن يرده، يعني إذا كان سيرده بالليرة بالليرات يستطيع أن يقسطه، لأن هذا دين بنفس العملة، ذهب ذهب يعني. لكن إذا أراد أن يرده بالدينار الليبي يجوز، إذا قبل المرأة ووليها قبلوا مثلا، لكن لابد أن يدفع هذا الشرط الأول، ما زال شرط أن يدفعه كاش يعني نقدا مع بعضه، ما يقول لاش أنا نقسم مثلا لو هو 80,000 دينار يقول له نقسمه لك على قسطين أو 3 أو، لا يجوز، لابد أن يدفعه مرة واحدة. أنا. كله، وأن يكون عند بعض العلماء على الأقل أن يكون بسعر يوم الرد، مثلا اليوم بيدفع المهر المؤخر أو بيرد الدين يشوف الذهب بكم،
ويرد بسعر ذلك اليوم. هو مزوج من 30 سنة 40 سنة مثلا هذا يردها ب هذا هو بسعر أيوة. اليوم هذا ليس مجمعا عليه لكن هذا قول لبعض أهل العلم يعني لأدلة الآن لا يعني ليس مجال سردها الآن لكن هذان الشرطان إذا توفرا فيجوز يعني لا يكون الاتفاق من الأول يعني ممكن نقوله ثلاث شروط ألا يكون الاتفاق من الأول نعم يكون بعدين يتفق يتراضيان على ذلك يقبل صاحب الدين ويقبل المدين وإذا بيرد بعملة أخرى كاملا يرد مش مقسط نعم أيوة. يرد ويكون بصرف هذا اليوم بصرف يوم الرد عند بعض أهل العلم على نسأل الله أن يبارك فيك شيخنا حفظكم الله تعالى جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ونفع الله بكم العالمين شكرا جزيلا شيخنا حفظكم الله أخوة أخوات ختاما جاءنا لنهاية هذه الحلقة إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقوى.